تواجد ميليشياوي مكثف قابله قصف لطيران التحالف العربي الذي أصاب هدفه مرة وأخطأ مرات عديدة. كان الناتج هنا أن أزهقت الكثير من الأرواح وتهدمت المباني وتفرقت الأسر، ولا زالت حتى اليوم. تعتبر حارة أروى إحدى الحارات المأهولة بالسكان شرق مدينة تعز، والتي تتبع إدارياً حي المجلية. سميت بهذا الاسم نظراً لالتصاقها المباشر بمدرسة أروى. بدأ هاجس الخوف يدب في أوساط العامة منذ اللحظة الأولى التي بسطت فيها ميليشيا الإنقلاب على المنطقة، واتخذت من العمائر الكبيرة والشوارع مواقع لتمترس قناصيها ونصب آلياتها العسكرية وإجبار السكان على الإدانة لهم بالولاء أو المغادرة. وبالفعل غادر الكثيرون، وبقي من تقطعت بهم السبل تحت سطوتها وجور تعاملها. دخلوا بقوة السلاح، هجروا الأسر، طلعوا فوق العماير، كانوا بدأوا الضرب من جامع الشيباني، من الزغط اللي تحت جامع الشيباني. هم أول ما بدأوا يطلعوا طلعوا جامع الشيباني، حاولنا نمنعهم، نمنع على الله. كانوا بدأوا يطلعوا العمارة حق بيت المجاهد، أطول عمارة بالحارة كانت طلع الجمهوري، منعنا منهم. كان في عوائل داخل، أبا واحد اسمه همام بقوة السلاح يضرب على القفل، يعني على الباب حق العمارة بالصميل شتي يدخل. حصل ضرب في كذا زي القنابل، ضربوا على قالوا المحافظة على مدرسة أروى، وكان في اشتباكات. طيب نحنا وكان ذيك الأيام الكهرباء طافي، وبعد أن نحنا روحنا اتفاجأنا بالصباح الحارة كلها فضة، يكلمنا الجيران يقولوا الحوثيين دخلوا المدرسة. يعني نحنا اتفاجأنا ما قالوا الحوثيين دخلوا المدرسة، يعني حسينا أنه بيحصل مشكلة. فالجيران أغلبهم مشوا بأول يوم، أول ليلة دخلت المدرسة الحوثيين اتهربوا كلهم للقرى، حتى بيت من الحارة مع الخوف الرعب غلقوا البيت، أخذوا حاجاتهم، نسوا المفتاح فوق الباب. أي واحد كان يجلس بينهم بإطار المنطقة حقهم أو بخط النار لما جالسين يضربوا عليهم. جلستونا يمكن حوالي من صبح لليل ضربوا عليه من الجهة الثانية، قولوا هذا الدواء عشان اللي بيضربوا عليكم. بيت الدكتور محمد عبيد ضربوا عليهم بازوكا، طبعا اتجاه البازوكا من جهتهم علشان يخرجوهم من وسط البيت. حاولنا مع الوالد الله يرحمه ان كنا نسافر ننزح، قال فين بنسافر ما فيش احد معنا بالقرى. فجلسنا تقريبا هذيك الفتره كامل، كنا اذا من احنا بننزح لبيت عمتي قريبه مش انه بعيده شويه، وكمان نزحنا اسبوعا لبيت اختي بالثعابات، كان الاوضاع هناك هادئه. فرجعنا للبيت، حصل ظروف رجعنا لأن أختي من الحديدة قالت بترجع. اللي كان موجودين هنا وصامدين لا يعني لا يعرفون إلا أين يذهبون، ما بيش معهم ملقى غير آخر إنه يا أما يعيش وينتظر قدر أرحم الراحمين داخل في بيته، ما بيش مجال إنه ما يروح مكان آخر. دب هاجس الخوف والقلق بشكل أكبر
حين اقتحمت ميليشيا الانقلاب مدرسة أروى التي من خلالها ضيقت الخناق عليهم بشكل كبير. وتضاعف الخوف حين تداعت إلى مسامعهم نية التحالف العربي قصف تجمعات الميليشيا في الأماكن المتمركزة فيها، أمر دفع بالكثيرين إلى أخذ التدابير والحيطة لتفادي وقوع كارثة لا سمح الله في محيطهم قد لا ينجو منها أحد. ما حد يقدر لا يدخل ولا يخرج، نشوف أنفسنا محاصرين مرة. وكمان كانت ضربة طيران على القاهرة ذيك الفترة، قبل بشوية ضربوا على القاهرة، فيوم ضربت القاهرة نحن بيتنا تقريبا مش قوية مش مسلحة خالص، فكنا نحاول نحن المخزن هذاك ننظفه علشان لو في حصل أي ضرب، لأنهم هددوا مدرسة أروى نحن نختبى بالمخزن، فحاولنا نحن ننظف مكان واسع بالمخزن عشان نختبى كامل من 9 أنفار. حلت الكارثة الحقيقية في هذا الحي حين أقدمت طائرات التحالف فجر إحدى الأيام على استهداف مدرسة أروى بصاروخين ارتجت على إثرهما المدينة، وسادت حالة رعب وخوف مهولين. كان في طيران يحوم بالسماء يعني بالعصر هذا، ونحن قلنا زي كل مرة تمام ما في شيء، خلاص رقدنا على الساعة تقريبا 3:30 الفجر كلنا نرقود. أجت الضربة الأولى خلاص أنا ما سمعت إلا كسر الحجار، ما سمعتش نزلت الطائرة الصاروخ، نزلت الحجار كسرت، قمنا كلنا مفازيع. والعيال حقي نزلوا المدينة ما بلا بعد لما سمعوا الضرب والاسم هذا طلعوا شافوا الدنيا قاعدين فكفكة كلها، ما بلا رجعوا جابوا سيارة وحملوا العفش، بناتي والحجة حقي حملوا العفش للمدينة، ورجعنا رجعوا بعدين جابوا عمال وبنادوا الابواب ببلوك، قالوا خلاص انتهت الابواب كلها، تعطفت الابواب الرئيسيه، هذا اللي في الحوش حق الحوش تعطف، وحق البيت الرئيسي تعطف، وحق الجنب هذاك برضو بتدخل من الجنب هذاك بتشوفه كله راح تعطف هي كلها. زوجي كان عايش بالبيت، جالس بالبيت يعني يحرس البيت، ويوم ضربت الطائره ما كانش الا هو واخوه تحت، يعني هم ما تضرروش ما تعوروش، بس البيت كله يعني الابواب تخلعه، الدواليب تكسروا، البلاط تقلع، كل حاجه داخل البيت دمر، حتى الخزانه حق الماء. والمره لما ضربوا الاثنين ذاك افتتحوا الابواب كلهم، الكباتات وكل شيء خرج من الكباتات، ابني ذا حق الكباتات والساعات والمكارث وقعوا هنا بالشارع، هذا القدر فلت، وهذه شوف حق عبد الناصر تعور، هذا حق واحد هنا قال انا ما لهمش الحين، الباب تكسروا، الباب الحديد افتتح منه سوى كأنه شيطان فتحه، شفت الرزاز اللي هناك حق الباب حق الخشب كأنه واحد قبانه وفتح، تتعقب كيف هذا الضغط عملك، التراب لا تلبث وقع، الباب كان فقيعة فقيعة يا ابني. طبعا المساجين وقت ضربة الصاروخ هربوا، افتكينا زنازين واحد منهم حرق بالصاروخ، والباقي هربوا من هنا انتشروا، لقطوهم من تحت طلعوهم قدام احنا واحنا جالسين نحفر، كانوا يدلكم تهربوا يا عيال الكلب مدري ايش وسبوب، اهم شيء الا واحد اراد الله انه يهرب من جهه السواني نقي منهم، والباقي كلهم لقطوهم كانوا متخبئين لهم بالبيوت، يعني كانوا دايرين انه بتوقع ضربه صاروخ، متوقعين ما كانش في اي واحد منهم وصل المدرسه الا المساجين بس. لم يقف هول الكارثة عند هذا الحد، فكان الخطأ الأكبر لطيران التحالف صاروخ أكبر من سابقيه يخطئ هدفه ويقع في وسط أحد المنازل، وشاءت الأقدار ألا ينفجر، لكنه أحدث رعبا مضاعفا لدى الجميع. الساعة يمكن حوالي 3 أو 3:30، أنزل أنا وفهد، فهد طبعا عائلته كان هنا بالحارة عاده يتواصل معهم، ما فيش تغطية، ننزل قريب من بيت البحر قريب هو ماش بعيد، على آخر ضربة صاروخ
اللي جاب بيت الأهدل اللي ما انفجرش هذا اللي هنا كمان بالغلط. هذه الضربتين كانت بالغلط لوسط البيت وكان في ناس وسطه، بس سبحان الله إنها جاءت بالتراب إن زرع يعني ما تضررش المبنى. يضرب داخل الحارة، ناس داخل الحارة في بعضهم ما هلهمش، زي البيت هذا البيت هذاك ما هلهمش، بس بيت فيصل بيت زيد بيت ناس كثير. بيت عبد ربه هذيك شفتها كيف اشتغلنا جنب المدرسة، هذين ثلاث بيوت هنا بس كان ما هلهم شاري، لا بيت عبد ربه هلهم هربوا بعدين رب ستر ما تشحد منهم. ما كاد الجميع أن يلتقط أنفاسه حتى باغتهم صاروخ الرابع، كان بمثابة الصدمة الأقوى التي دوت لها المدينة برمتها. وقع هذه المرة على منزل مأهول بالسكان حتى ساواه بالأرض، والنتيجة حصاد 5 أرواح من عائلة واحدة كانت على وشك المغادرة من فناء المكان. فنحن كنا جالسات ومش عارفت إنهم قد ماتوا إلا مرت جارتنا تدعي من الباب من الطاقة، ونحن نسمع هي بالمخزن ونحن بالمخزن تقول الشي صيح الشي صيح، ومتكلمة تقول له مالك عادي صيحي، هي تشتي تتكلم بس خايف من أمها لأنه كانوا مرة متعلقين ببيت فيصل، كانوا 24 ساعة وهم عندهم يعني من صباح لا ليل، وهذه الليلة بالذات كان عندهم من الصباح لا تقريبا لأذان العشاء. قال نزل كذا مطر خفيف، قلت لهم أنا بروح البيت علشان تعبيمة من المطر، ولا كانت ناوي ترقد عند جيرتنا بدرية، فقلنا لها صيحي نحن مش عارفت، قالت بيت فيصل ماتوا بيت فيصل ماتوا وتبكي. خلاص نحن هذيك الساعة ما قدرناش نمالك أنفسنا، كلنا قمنا نصيح. خرجوا عيالي يقروا قهوة يحفرك الأرض، قلبي بتهدم دفع قهوة نحتدم. المهم خرجوهم قهوة ميتين، ثلاث بنات أمهن وابن. نزل الحوش حق شرف فارع فوقهم وهم خارجين، خلاص غطسهم لأنه كان حوش جدار كبير وبعدين حجر، خلاص انتهوا ولا خرج منه واحد. البنات 4 بنات وأمهن وابن. فيصل المقطري هو أبو هذه الأسرة، شاءت الأقدار أن ينجو من الحادثة بتفاصيل دراماتيكية، لكنه لم يفق من هولها حتى اللحظة. هي ضربت طائرة الصاروخين على مسافة أروع، الصاروخ الثالث هو جمع عياله للباب علشان بيخرج هنا البنات، منهن 3 بنات، الكبيرة سماح، أمل كان بثامن، سهى كانت بصف رابع، والأم، فجمعهن لجنب الباب على إنه بيروح يشوف هاني لأنه هاني ما كانش بالبيت، فلف على البيت يدور بالبيوت فين هاني فين هاني، كلمنا كمان إحنا من الطاقة فين هاني، قالنا له مش عارفين. خرج طول هنا وخرج إنه طاح بدربه، ناس دخلوا بيت راجع حراب، ونحنا قلنا طلع فوق وعاد ابني يقول أقول له يخرج العيال شين هروب. وقعت الضربة الصاروخ الثاني، في صاروخ هنا وصاروخ فوق البيت، قلت صيح 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 ما مربوش معانا شداري، مو شفتوا اللقط ده الدنيا كله الجوال ميتين وخلاص ما فيش حاجة. 3:15 أقول لك قطها عبد ربه لعندي يا فيصل قوم ضربوا المدرسة، هو قدوه مع حتى ما مربوش من نفسه لأنه ضرب الصاروخ كذا وتعور هو قليل كذا وهو ابنه، وقال هنا ونحن قمنا يلا خرجوا هاي طلب هالطوالي طلب مدعسة ولا خلاص ساعة الضربة طايروا كل واحد، 3 بنات وابن وامهم يدرسوا كلهم مدرسة الواء، امل وسوها وسمح سمح خلصها مدرسة الواء عاد كان يشد دروس الجامعة، والابن ما وقع فعلا ثاني اعدادي ومعه موتورات كان يطلب الله في بوم قزع هو الموتورات.
تحت هذا الركام اندفنت هذه الأسرة. سادت عملية البحث عن أفرادها أحداث متداخلة أخرجوا على فترات متباعدة بأجواء يسودها غضب وسخط كبيرين. نزلنا نشوف الحالة كل مقلوب قلب. ايش في تواصل مع رشاد، نشوف رشاد الحارسي هنا اللي قريب من بتهاني، قال عاد باقي عوائل داخل وصيح باقي عوائل داخل. اقوم انا وفهد ندخل احصل فيصل ابو الشهداء هذو. دخلنا نقي على شله المتحوثين هنا، اكرم عبد الغني وشلته، قلنا لما حد يدخل بنخرج العوائل. احنا دخلت انا وفيصل بعد ما شلوا اول جاهل اللي كان الطفل الذي الاثنين اطفال كانوا هنا، الاول هنا كان مكبوس اقتبس بالتراب والثاني كانوا داخل. دخلت انا وفيصل شلينا الام شلينا البنت كان خلاص مكبوس مكسور الرجل، شلينا نقيس ندور على هاني. حفرنا هنا على مدار البيت ما حصلناش. برقم هذه مرت فيصل موجوده معنا، نحاول نتصل له التلفون إيرين. طيب بعدين نفتتح الخط وخلاص، وهي تحت الأنقاض خلاص معنا نتكلم. ألو ما حد يرد علينا، نغلق الخط نحاول نتصل ثاني مرة على التلفون إيرين، وبعدين شوية يفتتح الخط نكلمه ما فيش حد يرد. بالأخير لما استفسرنا من أخواني لما خرجوهن من أذان الفجر خرجوا البنات، الأم خرجت الساعة 7 خرجت نفسها، يعني كان حي، يعني كانت عذبة لهذيك الوقت كان حي، وبعدين خلص كده تنفس شوية ومات. أما الأب جلسوا تقريبا لا أذان المغرب هم يدوروا عنه لأنهم مش عارفين مكانه، لأنه كان بيت الأهدار يحرس. فلما سمع الضربتين لما تسد أروى هو روح علشان يتفاقد بيتهم، والأب راح يدوره. فهو عندما راح الأب يدوره الأب نهاني وصل للبيت وقعت الضربة هو بالبيت، وشافوا انه تقريبا قالوا اقتلب الثلاجة على ما ادري ايش، لقونه بعد اذان المغرب. قال لك المرأة عادة كان عاملك حادث بنت الصغيرة، عيالي اثنين اللي راحوا خرجوا عيال الحارة وقاع من حلي من الحافة ذيك، قاوا ناس بعدين وقاوا الحوثة اللي هنا قالوا شنو خرجكم الحارة ثاني. قلنا لهم لا، انا قلت لهم لا، انا معي بنات تطلع فوق. شكرا. بزيت انا نفسي خلاص، قد كنت اشتي انتحر على طول ما عشيش، جلسوا والله ما ادريش مو اتكلم خلاص انتهيت لحد الان. احنا كوابيس وحاجات وخلي على الله بس ما فيش حتى نوم. زعلنا على زوجته وبناته مره، بكينا عليهم يعني بساعه وسويعه ماتوا. هذه الحادثة دفعت بالسكان إلى مغادرة المنطقة مجدداً بشكل جماعي بعدما يئسوا العيش والبقاء فيها. فالميليشيا لا زالت متواجدة والخطر قائم والقادم مجهول، وأصبحت المنطقة خاوية على عروشها. هنا استغلت عناصر الميليشيا ذلك الفراغ وقامت بعملية سلب ونهب وعبث بممتلكات الناس ومحتويات منازلهم بكل هوادة. أثاثهم تكسر كله، واللي سرق ما بعد الحرب، الناس ينقضوا والسرق يسرقوا. يعني إحنا بيوتنا حتى اللي سليمين، الحاجة اللي سليمة مسليمش من السرقة، دخلوا سرقوا البيوت حتى ما خلوش حاجة داخل البيوت. يسلب الحق 3 شهور مفتوح، شلوا لهم براميل، شلوا لهم برادات اللي ما تقطعنش ولا ماذا، والله نحن من 100,000 حق البرادات رايحين كلهن. والله خرجنا حتى ما شلينا الا ثياب ولا شلينا حاجه من داخل بيوتنا، خرجنا سيبنا كل حاجه. قلنا لها فتره شهر خلينا وشر شو انتهي الحرب، ما ظنينا شنو الوقت هذا كله استغرق، هذا 4 سنين احنا حرب، ولا ظنينا نحن نصل للمواصير هذا اللي وصلنا له الان. لما جينا نتكلم لما جينا نشتكي ما تدريش لما تشتكي بنقرح راسك. اكثر من مره كانوا يقولوا لي بقرح راسك لو تجيت لما كنت تدخل اتفاقد البيت او هذا، يعترضوا لي هنا بنقرح راسك انت دام مدري ايش. وقروا بعد عيال اكثر من عيال من اصحابنا من الحاره الذي كانوا هنا، الشباب اللي كانوا جالسين يبوا على البيوت.
قصص ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح التي خلفتها في مدينة تعز وأحيائها كثيرة جدا وتفوق المتوقع. ما نقوم بتتبعه وعرضه ليس إلا النزر اليسير من واقع صاخب بالمعاناة وقصص الدمار والخراب. أغلب من عاشوا هذه التفاصيل والأحداث إما قضوا نحبهم أو لا زالوا مشردين حتى اللحظة خارج الديار.